صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس تي زد. وصفه تاع اليوم راح تكون وصفه هنديه قديمه لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعه رهيبه، يعني في اقل من 7 ايام راح تشوفوا هذا الفرق. يعني من اول اسبوع يعني على الاكثر غسلتين او ثلاثه راح تشوفوا فرق شاسع في طول الشعر، وايضا فرق شاسع في انبات المناطق اللي تكون فارغه في الشعر في فروه الراس، انبات تقوية الشعر من البصيلات، وأيضا تكثيفه، أيضا تنعيم الشعر. يعني فوائد هذه الوصفة رائعة جدا، المكونات نتاعها اثنين، يعني مكونين فقط راح نحصلوا على الشعر من أروع ما يكون لطالما أحلمنا به ليك أنت أو لبنتك الصغيرة، يعني آمن للكبار وآمن للصغار فوق السن 4 سنوات. لكن قبل ما نبدأ إن شاء الله لفيديو، ما تنساوش تدعموني في القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل مرة فيديو جديد، أيضا الإعجاب بالفيديو. إن شاء الله نبدأ على بركة الله. المكونات، أول مكون عندنا وهو البصل الأحمر. أنا راح نعطيكم المكونات وأنتم الفوائد نتاعها أو المكونات نتاع الوصفة، بحثوا عنها في جوجل باش الفيديو ما يكونش طويل. راح ناخذ كميه من البصل، يعني 3 حبات بصل احمر، راح نغسلوها مليح، بعدها راح نقطعوها بها بالقشور، يعني ما راحش نرميو القشور، راح نستعملوهم وهذوك هما الفائده. راح نقشروها مليح مليح، راح نقطعوها بعد ما نكون غسلناها. بعدها راح نحتاجو للمكون الثاني، وهو مكون يعني راح يكون غريب نوعا ما ولكن الفوائد تاعو لا تعد ولا تحصى، وهو الارز. اي نوع ارز عندك ممكن انك تستعمليه. راح ناخذ مع 3 حبات من البصل الاحمر راح ناخذ كوب مملوء من الارز، راح نغسله، بعدها في اناء على النار راح نوضع كميه من الماء، يعني كميه تكفيني للغسل الشعر تاعي، يعني حسب الكميه اللي راح نحتاجها للغسل. راح نوضع فيها 3 حبات مقطعه من البصل الاحمر بالقشور مع كوب الارز، راح نغطي عليه، نقص عليه النار ونخليه يغلي لمده 15 دقيقة. بعدها راح نصفيه، نخليه الحين ما يبرد. هنا الاستعمال تاعو ممكن اني نستعمله في قارورة بخاخ هكذا، وراح نبخ بها يعني مباشرة، هذا المحلول هذا راح نبخ به مباشرة فروة الرأس، ونبخ كامل شعر الحين الأطراف كامل. بعدها راح نجمعه في كيس، ويعني بعد نصف ساعة راح نغسله، أو ممكن أيضا اني نخلطه هذا المحلول هذا بالشامبو كاريمو، يعني مباشرة راح نخلطه بالشامبو ونغسل به شعري مع دلك لفروة الرأس، يعني نخليه هكذا دقيقة أو دقيقتين وأنا ندلك في فروة الرأس، بعدها نشلل عادي. وممكن أيضا أني نخلطه بالحنة إذا كان الشعر تاعي غير مسبوغ، ونستعمله في هذه الحالة سواء ليا أو الأطفال الصغار، لبنتي الصغيرة راح نستعمله مع الخلط مع الحنة، وراح تصدقون يعطيكم يعني نتيجة رائعة جدا. تستعملوه 3 مرات إلى 4 مرات في الأسبوع، يعني في 7 أيام راح تستعملوا يوم بيوم أو يوميا إذا كنتوا يعني تعانوا من تقصف وتعانوا من زحوف الشعر، يعني الشعر تاعنا ما ينبتناش وما يطولناش. راح نستعملوه يوميا بأحد الطرق الثلاث. الجميل في هذه الوصفة أنها ممكن استعمالها على الشعر المصبوغ بدون أي يعني بدون ما تغير لون الشعر. ان شاء الله يا ربي تفيدكم الوصفة، صدقوني في 7 أيام راح تشوفوا فرق رائع. انا هذه الوصفة استعملتها شخصيا وفادتني بالبزاف. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش يا البنات الدعم للقناة والاشتراك واعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس.